أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين تلفزيون الصويرة وحلقة من برنامج الصويرة سبورت، ومعنا الكابتن حارس مرمى مصطفى سلم. السلام عليكم كابتن. عليكم السلام ورحمة. شلونك حبيبي؟ ميتين الله يخليك. كابتن احنا نحب نسألك بداياتك الرياضية، وين مواليدك وين شئت؟ والله بدايتي يعني بنادي الصويرة، يعني شو انت من أهل الصويرة؟ من أهل الصويرة، وراها نادي الحرية ببغداد. كم نادي لعبت؟ 7 أندية يمكن. اي 7 أندية. 7 أندية. من ضمنهن بغداد والمحافظات؟ لو بس كربلاء والسماوة والهندية والنهرين من كوت ودوز كركوك والهندية. اول فريق لعبت به يعني خارج محافظتك؟ خارج يعني محافظتي. أيه. النهرين بالكوت. النهرين بالكوت. أيه. شلون كان الوضع الرياضي عندك هناك بالكوت؟ زين يعني طبيعي عادي. طبيعي. هل احد سحبك للمنتخب؟ اي في 2015 يعني استدعوك للمنتخب. صالح راضي الاولمبي 2015 اختارنا من افضل 5 حراس بالعراق، يعني بالعراق افضل 5 حراس. أيه. وانت كنت من ضمنهم؟ اي من ضمنهم. انا مع اي لاعب تكون يعني اكثر الانسجاما وياه وتضحك وتشاق؟ كان بالهندية كرار محمد ولواء. ولواء. لواء. وبنادي الصويرة؟ نادي الصويرة كلهم يعني. كلهم. اكو لاعب تلعبون سوا وياك موقف رياضي؟ موقف رياضي انه هواي يعني، بس مرة بلعبة يعني جاني حكم سويت فاول خارج منطقة الجزاء. ايه. وكان اعطاني بطاقة الاصفر يعني. ايه. اعطاني اصفر، فانا قبل لا يعطيني اخذت الاصفر من عده. ايه. قال لي اعطيني اياه، ما اعطيتي اياه لحد ما طلع لي الاحمر وطردني. يعني هذا موقف رياضي حلو مر بيك؟ ايه. تبوك انت هو ضحك يعني. مصطفى انت من مواليد 93؟ متزوج؟ لا. مش عجب. بعد شوي. ليش ما اعطوك اياها؟ بعد شوي. الله كريم. الله كريم. بها الخير ان شاء الله موفقين. فريق عالمي تشجعه وتحبه؟ برشلونه. يعني ضدك. لا بالعكس انا برشلوني. برشلونه. كابتن مصطفى يعني عندك لمسات مثلا رياضيه، او مثلا فد مدرب احتفظ بيك، او مثلا يعني امن بالرياضه، او فد وصل لك الفكره بان يعني يريد يحتضنك؟ والله هم هواي يعني بالصورة يعني كلهم يعني كل من اخذت من عنده شيء يعني، واكثر واحد اخذت من عنده يعني كابتن ضياء يعني جبر. ليش انت وصاد كابتن ضياء على يعني؟ لا مو على صلح. لا ما ادري شيء. لا بالعكس. لا هيك يعني زعل حبايب. زعلته على مو زعل حبايب. اي عمل عزيمة صح. زعل حبايب مثل ما تقول يعني. يعني ما اثر عليك؟ لا ما اثر علي بالعكس. انا كنت صغير يعني اروح يعني ادق الباب عادي واخلي يجي يمرني يعني بالساحه يعني حاره. انت كم عمرك وبديت المسيره الرياضيه؟ 15 سنه يمكن. انا يعني 15 سنه اسعد وادي سحبني النادي الصويره. 15 سنه. كلش صغير. وللخط الاول يعني كان يلعب حسين طولي، شعيدان، نزار، فاضل عبيس، يعني كلها كان مدرب عدنان حمود يعني، وهو اسعد وادي وحسين طويش يعني سحبني 15 سنه يعني كلش صغير يعني هم صاحب الفضل الاول والاخير يعني اسعد مثل ما تقول اسعد. اي بس لا ترجع لها حيدر هلال يعني. حيدر هلال شنو قصتك انت يعني؟ يعني بالشارع يعني بالشارع كنت صغيرون، فهو جيراننا قريب علي. أي. فشافني اصيد بالشارع. أي. فصاحني اعطاني دريش وحدة تكرم. أي. قال لي تعال خذني مركز الشباب. كان مركز الشباب مدربين محمد حمود وعباس معين وضياء جبر. اوكي ماشي. اي قال لهم جبت لكم حارس هاي، فطبيت ويا الفريق ومن عندها مشيت. هي من هاي يعني يعني اذا ترجع لها الفضل الحيدر هلال. انتم استاذ كابتن عندكم عائله رياضيه يمكن على ما اعرف؟ انتم 3 اخوان لو 4؟ احنا 5، واحد بس يشجع. مشجع اي كبير. عندك حكم؟ اي 2 حكام و2 جولشي. محمد سلوم حكم انت يمكن درجه ثانيه لو درجه ثالثه ما ادري، وعلاوي سلوم حكم، وسلمان ام مثل نادي الزعيم ومثل نادي الصويره يعني ام جولش. منو اكثر شيء طرق بابك للانسحاب او للانضمام وياهم بالنادي؟
مو عندي هواية يعني مثل يا نادي يعني. يعني مثلاً أكو مثلاً مثل نادي الصويرة مثلاً استجابك أو دعاك مثلاً البطولات. مثلاً أنا أكثر البطولات يعني نادي الصويرة ما جاي أشوفك الشارك. وما يصير أنا ألعب خارج يعني أنا موقع عقد ويا نادي السماوة مثلاً. أيه. يصير ألعب بعد بالصويرة. زين هسه حالياً أنت تلعب نادي الحسين. ألعب لو نادي فسخ العقد. لا شوية إصابات. ثلاث أيه. إصابات وشوية انسحبت شوية أريد أرتاح و. يعني انت عقدك ما مفصول منه؟ لا ما مفصول وياهم يعني بس انا ما اخذ راحه يعني. بس فاضل عبايس يقول مفصول. لا ما مفصول. لا والله بس انا شويه نفسي تعبت يعني ثلاث اصابات يعني كل ما تجي اريد العب انصاب اقعد مثلا شهر شهرين اعيد وضعي جت اللعبه الثانيه اما انصاب يعني شويه عاكسه وياي. اقوى لعبه يعني حبيتها وارتاحيت بيها؟ أو مثلاً بنادي الحسين أو بنادي الحرية يعني ستتعدد لي يعني أسماء وخاصة يعني أكثرهم تابعين المدينة الصدر يعني مدينة الصدر مثل ما إحنا نعرف يعني هي مثل ما يقول هي أم الرياضة أو مثلاً هي تنجب الرياضيين يعني هل يعني جو سحبوك يعني من نادي الصويرة يعني فتشي ثمين شلون قدمت لهم هذا الإنجاز؟ يعني أقوى لعبة نزال أقوى لعبة لعبتها السماوة والزوراء ملعب الصناعة. انت كنت حارس مرمى. انا كنت حارس خلصت اللعبة 2-1 لهم يعني. ايه. كنت يعني جاي من ضغوطات ولازم اقدم بها والحمد لله والشكر قدمت. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. يعني انت ما عندك عائق بالرياضة. لا ما عاد. زين اذا مثلا نادي الحسين جدد العقد وياك ونادي الصويرة رادك. نادي الصويرة. ترجع لنادي الصويرة. والله العظيم نادي الصويرة. زين بس نادي الصويرة ماكو عقود. هي ماكو فلوس، هي الانديه كلها ما عندها فلوس. زين هسه نادي الحسين جاي يعطيك هو عقد 3 ملايين 5 ملايين بالسنه على ما اظن. لا يعني راتب هيك شيء بسيط، نادي الحسين ما عندهم فلوس. يعني بس شيء بسيط يعطون بس انا نادي الصويرة هذا. اي صحيح. اي. بس نادي الصويرة هذا يعني يمكن انا اول ما لعبت نادي الصويرة. اي. حتى كنت تسال كابتن اسعد وادي. يعني لعبتنا احنا والنعمانيه يمكن ما ادري ويامن فكانوا يعطوني جور للاعبين كلهم الوحيد انا ما اخذ اقل مالي للصويره ما تاخذ الوحيد ما اخذ انا وسال لاعبين وهاي يعطوهم ايه؟ يجون لي انا ما اخذ يعني انت ليش حبيت الرياضه وصرت حارس مرمى ليش ما صرت لاعب؟ هوايت يعني انا يعني كنت صغير وانا مثلا ضياء جبر وفاضل عبويس يعني و عمالقه يعني شو تعلمت من فاضل عبويس او شو تعلمت من مثلا ضياء جبر؟ هواي تعلمت هو يعني. انا حبيت الطبع عن طريقهم يعني اشوفهم يعني كان بوقتهم الرياضه حلوه مو نفس هسه كان بوقتهم هسه شنو تغير بالرياضه؟ تغيرت هواي يعني الواقفين على الرياضه مو رياضيين يعني بس انت لا تظلم يعني لا تظلم لا يعرف علي بالاحكي رياضي يعني انت لا تظلم مثلا اكو رياضه مثلا هو مثلا رياضي يشجع يدرب هذا المنتخب النادي العفو بس انت مثلا يقول فد اكو 1% او 2% يعني انت لا تظلم هذا العدد لا ما قال لك كلهم يعني اكو هسه الرياضه الرياضيين ابتعدوا شو تشوف البنى شو تشوف البنى التحتيه بنادي الصويره؟ مو زينه مو زينه مو زينه بس هي عندها ايرادات وعندها محلات مأجرتها لا المحلات مو لهم المن؟ مو لهم تابعه يمكن للوزاره ما ادري للبلد بس هم يقدرون يعني يصرفون بها او مثلا يسوون البنى التحتيه مال نادي الصويره هم انا قريب عليهم يعني يمكن كل سنه اطب لهم 5 ملايين وين هم 5 ملايين؟ اغلى هديه على قلبك اغلى هديه دريس محمد حسن محمد حسن ايوه زين شنو معناه شمشون؟ هذا يا ايش خط احمر هاي لا 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 احنا نروح ونرجع عليه لا لازم تقول لي اليوم لازم ورا التصوير اقول لك لا ابد والله انا هاي الحلقه سويتها عن خاصه على مو شمشم لازم نعرف هذا الشيء لا صدقني انا ادري يا حمود يمكن قال لك شنو شمشم بس لا لا بالعكس حمود ما له علاقه له تخلص الحلقه وما اقول لك بعد يعني شنو هواياته غير الرياضه؟ والله هوايتي يعني اذا اعتزلت اشرح لي ما اعتزلت يعني انا مثل ما تقول صار عندي ملل لو هاي طموحي يعني اخدم رياضه الصويره صويره
الصويرة خلاص، لو مثلا رجع نادي الصويرة يرجع يلعب حاله حال الأندية يعني. أحد طاقة فوزات هدية؟ أي محمد قاسم. محمد قاسم؟ أي على طريق كرار. احتفظت بهم؟ أي. زين شنو فيلم الطبخة؟ الطبخ احترق، ما أعرف الجدر احترق، المطبخ احترق. هاي بالهندية. إي. فقاعدين أنا وسرمت وكرار. فجان باع فيلم ف قلنا خلي اثنين يقوموا يطبخون والباقي نشوف الفيلم وعاد احنا نسولف فيلم وياه. فهو راح طبخ ما شنو ورجع. رجعنا انا وياه ظلينا نباع على الفيلم، نسينا الطبخ على الطباخ وهاي. جدر على الطباخ والطبخ. مشت هي. ها؟ قاعدين مندمجين بالفيلم، ما نباع لك بس الدخانه طبت لنا جوا، ترى المطبخ كله هو الاكل. ايش تعشيته؟ ايش رايك؟ امنيتك الرياضه. منيتي مثل ما قلت لك، منيتي يعني اشوف نادي الصويره يشارك بالدوري يعني حاله حال الانديه يعني، لان شبابنا يعني عندنا لاعبين يعني وشباب ومدربين كل شيء عندنا بس مظلومين. مصطفى احنا الوقت وياك كلش حلو. رحم الله يديك. اخر دقيقه شو توجهها الى كاميرا التلفزيون الصويره سبورت؟ اشكركم واشكر ضيافتكم هاي الحلوه والطيبه، واشكر مشاهدينا والولد، شكرا جزيلا يعني. يا اهلا وسهلا، اشكرك وسهلا بيك حبيبي، شرفنا بيك، شرفنا بيك حبيبي. اعزائي المشاهدين الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، فانتظرونا بحلقات قادمه.